يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في كتاب كشف الشبهات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر، يقول ما معنى قول الشيخ محمد رحمه الله فضلا عن عبد القادر؟ يعني إذا كان الرسول لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف عبد القادر يملك ضرا أو نفعا؟ الذي يزعمون أنه ولي يقولون أنه يملك الضر والنفع، إذا كان الرسول لا يملك الضر والنفع فكيف عبد القادر؟ نعم.